مهارات الاجتماعيه، خصوصا مهارات الحوار الصحي، مش الصوت العالي، مش الزعيق والحتف، مش الشتيمه لا 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 لا، تواصل جيد محترم. انتوا عارفين التواصل الجيد المحترم ده بيجي من ايه؟ ان انا اتدرب ان انا يبقى عندي مهاره فن الكلام. ارجعوا للحلقات دي، امتى الكلمه تطلع وامتى ما تطلعش، ايه اللي يناسب ده وايه ده، هل اللي قدامي ده الكلمه دي تاذيه ولا لا. وانا مش محور الكون يعني، انا مش محور الكون، الانانيه اللي لازم يعمل، لا 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 مش صح. وده السبب بقى، ما نيجي نقول ايه الاسباب ان ممكن حد يكون بالفهم ده او طريقه التفكير المؤذيه دي. اولها الانانيه، واحد فاكر نفسه هو 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 اللي في منتصف الدايره ومحور الكون والكل بيدور حواليه. غلط. وان لازم الكل يعامله في فرق ان انا بحط حدود عشان اتعامل بالطريقه اللي تريحني، وفي فرق ان انا بتعامل بعلو او هو كده واذا كان عاجبكم. لا لا، انت زي ما انت حابب غيرك يعاملك باسلوبه، انت كمان مطالب انك تعامله بنفس الامر، انك فوق الجميع وطلباتك فوق الكل، ونفسيتك هي اهم نفسيه. واعرف من 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 الرجال ومن النساء، يعني هعمل حلقه للنساء، مش هعدي الامر كده ما تقلقوش يعني، لكن ان من نفسيه الرجل او نفسيه الست، لا انا نفسيتي اهم من بيتي ومن عيالي ومن زوجي ومن شريكي، وهي وهو نفس الكلام. اكبر غلط. يبقى اول حاجه الانانيه وان انا محور كون، لا ده سبب. او ان هو الشاب او الراجل او الزوج ده نشا في بيئه اصلا كلها حريم، اتربى على ايد حريم، ودي مش مسبه هقول ليه دلوقتي، كل اللي حواليه، بس هو ما اتعاملش غير مع النساء، ما شافش في صغره اي تعامل رجال. عشان كده بقول لكم ارجوكم خلي فيه محاكاه، يشوف اسلوب الرجال، يشوف عمه، يشوف جده، تمام، ما فيش اب يتيم حصل انفصال، يشوف عمه، يشوف خاله، يشوف الناس، الام تدفعه دفع. ما نزلش مجتمع، ما اختلطش وهو صغير عشان يحاكي تصرفات الرجال، ايه اللي يتقال هنا وما يتقالش هنا، امتى كبر وامتى كذا. لا انت مش راجل يكذب، ما فيش مؤمن يكذب اصلا، لكن الراجل صادق، رجال صدقوا اول حاجه للصفر. او احتك برجال في فتره يعني قصيره مثلا في حياته، مجرد الشغل الكلمه ورد غطاء وخلصت الدنيا على كده، لكن حياته كلها مع النساء، شايف ضحكهم، قمصهم، تصرفاتهم، الزعل، الرد الفعل العالي جدا جدا على موقف. فتلاقي راجل او شاب كبير ويحرك كتفه كده بالامر، يا ابني الحركه دي بتاعت الحريم يا حبيبي. الحريم اللي بيعمل كده ويتقمص كده يا ابني، مش مفيش راجل يعني، لا 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 فوقه. لا فوقه، انت راجل بسمتك وبشخصيتك، ما بقولش قسوه، ده انا هحكي لكم على جال زي الفل دلوقتي، بقولش قسوه، حزم، لغه رجال، شكل رجال، قرار كذا، يعرف يحتوي ويلم وبتاع، ده راجل. الامر ده له وجهين، موضوع ان ما ترباش في وسط رجال، عشان برضو انا عارفه الناس اللي ايه اللي بتاخد على الكلمه. طب الست بتربي؟ ما تربي، بس بتربي صح. في نوعين من الرجال اللي بتربي، ابوه توفى وامه اللي ربت وهي اللي تولت تربيته، فتلاقي النوع الاول ده نوع راقي جدا، تحفه جدا، وانا بكلمكم عيني جايبه الناس دي، رجال وشباب دلوقتي، واعرفهم وشايفه بيوتهم وتعاملهم، حاجه تحفه جدا، حساس جدا ورومانسي، وده نوع مطلوب جدا ونادر جدا ويتحافظ عليه جدا. يبقى راجل صاحب قرار وفي نفس الوقت لطيف، زي ما قلت لكم كده، برنس البرنيس سمي كده يعني، مش بقى يعني هارون الرشيدي، ده حاجه كده تحفه يعني، وبيبقى داير بيته بلطافه وجمال، وشاب فعلا هو يعني، ايه ده ايه ده، مقدام شهم مش عارف، لا اعملوا، انتوا عارفين انا عايزه اقول ايه، انا اتفهم انا عايزه اقول ايه، برنس. اعرف شباب لسه مخلصه دراسه او بيدرسوا والله لسه، ويعني مش عايزه اقول لك يعني، غايه في اللطف والرجوله والشهامه، ده يعيبه ما يعيبوش، ما يعيبوش ان ربطه امه كان في وسط بتاع، بس ربط صح، ولا جدته اللي قالت لا 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 لا، يعني مين اللي ربى؟ القاده والفقهاء، ام الامام الشافعي امه، امام ابو حنيفه امه، كتير جدا جدا، عملنا حلقه على الامهات ما شاء الله الاذكياء اللي بيربوا،
لكن في موازنة في حياتهم يا جماعة، في موازنة في حياتهم ما بين ان انا اخذ الحلو من كل حاجة. لكن انت راجل فيك صفات الرجالة والخوشنة والاحتمال والمسؤولية، حاجة تحفة كده. كان زمان الجدات يقولوا لنا ايه لما يجي كده العيلة الصغيرة ولا الشباب الغلمان يقعدوا في قعدة البنات، والقعدة بنات العيلة كلها متجمعين والدنيا الرجالة تنهار، قوموا قعدة ستات مع هنا وكانكم مش هنا، قوموا اقعدوا مع الرجالة، اقعدوا مع الرجال. زي جد النبي عليه السلام كان عمل موقف تحفة جدا لما كان يجي مجلس مجالس الرجال، كان يفرش له العباية ويقعده في صحن الكعب على رجله تحت كده ويفرشه يسمع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة هو اللي حل مشكلة الحجر الأسود. مين؟ قال كل قبيلة كل واحدة تشيل في العباية بتاعتها، مش يبقى انتوا كلكم شلتوه. حضر مجالس الرجال، قيادة، شهامة، رجولة. لكن الوضع اللي احنا شايفينه ده صعب جدا. زوجة بتقول لي ايه، انا ابني زي ما بتقولي كده وزي ما بتعمل، وانا وهو دلوقتي عنده 18 سنه وخايفه عليه، خايفه عليه 18 سنه المفروض ده رايح جامعه، وخايفه عليه في جامعه لوحده. قلت لها راجل ما تسيبيه ما يغلط، لا ما يغلطوا ويعملوا ونقول الصح كذا، ما كذا ونعدل كذا، لكن سايباه وبتاع ويعيط ولا ومقموس ويتصالح بورده يا لا 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 لا, لا ما يعني هنفرق ازاي دلوقتي؟ طيب لا صعب. بخلصت الكلام، العبرة من رب راجل ولا رب ست وبتاع، لا مش مين اللي رب، العبرة بإيه؟ كيف رب أم بتربي ابنها على الكرامة والحرية والشهامة والرجولة والقيادة وكل المعاني الجميلة. تروح الأماكن اللي فيها الرجال وتعلم وشوف كذا وشوف عمه كذا وشوف جدك وشوف خالك، شوف نماذج. حتى لو مفيش، حتى لو الاب مش موجود، يعني المفصلين دول ايه ولا الايتام دول ايه، بس رجاله. فالولد يطلع ايه، ينشا ايه، قوي فتي عنده شهامه عنده صفات الرجوله. العبره في كيفيه التربيه، وان انت تفهم دورك، وانت تفهمي دورك كأم. عشان خاطري، عشان خاطري، صحيح انا بخاطب الرجال بس انت الاساس تطلعي لنا الرجال دول ينوبك ثواب، يعني ركزوا، ركزي ايه اللي بيتغرس في ابنك. الواد بيطلع نسخه كربون، اه بيطلع نسخه بيقلد بيقلد، امال بيحاكي مين؟ امال هو اصلا هي ده فتره التقليد والمحاكاه. طلعي راجل سوي شهم قيادي، وفي نفس الوقت رومانسي، رومانسي تحفه طبعا، يراعي مشاعر الاخرين بدون قسوه ولا انانيه. الامر ده مهم جدا جدا جدا.